بتدوس على ده وده سكك هتملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة هالأيام كده غريبة في كل حاجة بتدوس على ده وده سكك هتملي صعبة صحيين نايمين في غربة وخيوط متعقدة عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ده مفيش تضحية قالك ما احناش ملايكة وخلصوا الأنبياء عايشين كاتمين وجعنا ماشيين ماسكين دموعنا وعيوننا مخبية ها عملت ايه؟ باظت. هي ايه دي اللي باظت؟ الشغلانه الجديده باظت يا عادل. يعني اعمل ايه بقى؟ اشوف حد يسلفنا قرشين نصلح بيهم القهوه ولا اجيب حد يشاركني بقى وخلاص؟ هو في حد عايز يشاركك اصلا؟ كتير. خلاص اعمل كده. انا ما كنتش عايز حد يشاركنا في فرسنا يا احمد، كنت رافض الفكره من الاول. قبل ما جدد عدى عليا المعلم عطيه وعرض عليا فلوس كذا مره، انا اللي كنت بقول لا. خلاص بقى بالليل وانا مروح بعد عليه واشوف لو الفكره لسه في دماغه، ولا انت ايه رايك؟ اللي انت شايفه صح عمله عادل. خلاص ربنا يسهل بقى. زي ما توقعت بالظبط، مصلحة الأدلة الجنائية قالت إن العقد مزور، وكده من حقنا نعمل حاجات كتيرة قوي. واحد، هنطالب بإيجار عن نصيبك في الأرض والبيت بأثر رجعي، وده هيعمل مبلغ مش قليل. اتنين، هنطلب تعويض عن الضرر اللي وقع علينا من أثر التزوير، زائد إن إحنا هنطالب بتسليم حقنا في البيت، وده هيضطرنا للجوء للشرطة. من الآخر بقى، أنا هسويهولك. بصراحة أنا
ما فهمتش الحقيقه قوي من جميل. انا عايز اعرف هو قالك ايه بالظبط. هو قال انك انت عديت عليه وطلبت منه انه ما يعينش شاب كان شغال عندك لانه تطاول عليك، وبصراحه انا ما صدقتوش. جميل ببالك. مين الواد ده سعيد؟ واد كده شغال عندي في الشركه بس شاطر، وانا مش عايز افرط فيه. سيبك من الموضوع ده، الموضوع ده تافه. انا جاي لك في موضوع تاني. ايه؟ الدكتور نجمين. الله 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 الله. مالها يا سيدي الدكتوره نرمين؟ هي مش صاحبه مراتك؟ اه من زمان قوي قوي. ايه؟ احنا وقعنا ولا ايه؟ لا لسه، بس بفكر اقع. صراحه يعني بجد بجد إيه؟ لو انت بتفكر في نرمين تبقى وقعت واقف يا عم سعد. مش لدرجه ان انا بفكر فيها، بس بحكم ان احنا اتقابلنا كذا مره فعايز اتعرف عليها علشان اعرف اتعامل معاها. تتعامل؟ اه ماشي يا سعيد. الدكتوره نرمين تبقى الدكتوره نرمين هانم. هانم بمعنى الكلمه يعني. ابوها دكتور جراح قلب كبير كان، وامها كانت بنت صفوان النعماني اظن سمعت عنها. اه ده ملك التعدين في السبعينات. بالظبط. مش بقول لك وقعت واقف يا سعيد. هي مش غنية قوي على فكرة، لأن عيلتها تعرضت لأزمة مالية كبيرة، واتجوزت واحد دبلوماسي أنا ملحقتش أتعرف بيه لأنها اتطلقت منه بسرعة. آه هي قالت لي. الحقيقة بعد ما مات أبوها وأمها عاشت لوحديها، وكانت يعني منضبطة في سلوكها. آه نقول مبروك وانزغرت ولا إيه؟ يا ابني يا ابني انت مفيش فايده فيه. في ايه؟ في ايه يا مجنونه؟ انت سحباني وراكي ليه؟ في ايه؟ انا كنت عند حسن في المحل برضو. ما سمعتيش كلام المنافسه اللي في دماغك؟ ما كانش ينفع ما قلتيش اني رحت له. قلت ايه؟ ده طلع محترم قوي يا ماما وبيحبني بجد. بيحبك؟ ما تسأليش مني، اديته رقم تليفوني. بقولك ايه؟ فرحتك دي محدش يحس بيها، دي فرحة بتوع مصر، مش هيقولوا انك صبرتي كتير، مش هيبصوا بس غير على الفرحة، انت فاهمة؟ فاهمة فاهمة، عاوزين بقى نفتح الكراتين بقى كتير مقفولة دي، نشوف ايه اللي فيها وايه اللي ناقصني، انا محتاجة حاجات كتير، عاوزة تروح ولبس، لبسي وحش قوي. مش أنا عارفة، جهزك أحسن جهاز، أنا عاملة حسابي، صبرتي وقفتي يا لولو، يا حبيبتي. لا معلش أنا مش فاهمة. يعني امبارح يقولوا لك اتوظفت والنهارده تروح عشان تستلم، يقولوا لك مفيش واسطه. عيل مع واسطه كبيره خدوها وقلشونا. والله ما بقتش عارف اعمل ايه يا حبيبتي. حتى القهوه اللي انا كنت بتعكز عليها اهي راحت. ندور على شغل. شغل ايه يا حبيبتي؟ هو الموضوع سهل وبسيط كده. مش فاهمه ايه المشكله حبيبي. يمكن ربنا عمل كده عشان تلاقي حاجه احسن. انا اول ما اروح هبص على مواقع التوظيف بتاعت النت وهنلاقي. وبعدين انا حبيبي خبرته فظيعه في مجال مش قليل يعني. ربنا يحرمنيش منك يا حبيبتي. معقوله يا نرمين اقعد اتحايل عليكي من بحالهم علشان اشوفك؟ اه لو تعرفي، ده انا ما بين المستشفى والعياده وقتي كله متاكل بجد. عشان اجيلك رحلت العياده ساعتين وحطيت موبايلي على سايلنت عشان ما حدش يزعجني خالص. امسكوا الخشب. مش عايزين نحسدها بقى. بقول لك ايه؟ انت دكاتره بتكسب بس مش زي البيزنس مان ولا ايه يا مجدي؟ الله 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 الله. قول اعوذ برب الفلق، دي هتحسدنا احنا. لا مش هحسدك ما تخافش. عموما انا كنت مع سعيد الكومي من شويه. ايه حكايتكم بقى؟ حكايتنا احنا؟ حكايه ايه؟ جرأين نرمين، انت هتخبي عننا احنا برضو ولا ايه؟ وبعدين مجدي قال لي ان سعيد نص كلامه النهارده كان عليكي. وقلت ايه يا ترى؟ والله هو سألني عليكي وانا جاوبت. طب مش عايز تقول لي يعني هو قال ايه؟ هو كان بيلف ويدور زيك كده بالظبط. بصراحة يا نرمين انتوا الاتنين لاقين على بعض قوي. بتأخوا ليه بقى وتلفوا وتدوروا؟ لاوح في ايه بس؟ احنا اتقابلنا كم مرة صدفة بس، مفيش اكتر من كده. الله بس كده؟ ايوه.
ايه ايه مش مصدقاكم بجد في ايه؟ بص يا نرمين، انا عايز اقول لك نبذه صغيره عن سعيد الكومي، لان احنا اصحاب من زمان قوي قوي. سعيد راجل جنتلمان وكريم ومثقف جدا وبزنس مان مهم قوي قوي قوي، علشان كده عايز اقول لك احذري وحاسبي واوعي تلعبي بيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ ايه يا دنيا؟ نرمين صاحبتنا، لازم اوعيها وافهمها ان القرب من سعيد الكومي لازم يكون بحساب. ماشي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل. حلو قوي قوي البيجامه بتاعتي. احلى حاجه في الدنيا دلوقتي ان انت في حياتي. احلى حاجه في دنيتي انت. ايه وبعدين يا لولو؟ ما انت برضو ما قلتليش انسى ازاي يا حبيبتي. انا ما عنديش طريقه اقولها لك تنسي بيها، انما كل اللي اقدر اقوله لك ان الزمن كفيل بكل التغيرات. عندك انا مثلا بعد السنين دي كلها ما كنتش احلم ان انا اشوفك انت واخوكي حتى من بعيد، لكن شفتي الزمن عمل ايه؟ انت دلوقتي في حضني لابسه البيجامه بتاعتي. سيبي الزمن يا ليلى غير ظروف، ما تعرفيش ربنا بعت لك ايه، يمكن يبعت لك حاجه حلوه قوي قوي ما كانتش على البال ابدا ويسعدك بيها طول العمر. يا احمد انت نمت؟ طب بص، انا لقيت شركه مقاولات في وسط البلد، هبعت لك اللينك. اه عارفها يا حبيبتي، ما انا كلمتهم وردوا عليا من شويه، قالوا لي الوظيفه حد خدها، عايزين سواقين بس. طب استنى، في حاجات تانية اهي، في 3 شركات طالبين محاسبين. اه بس الارقام ارضي بس، هبعتهم لك وتكلمهم الصبح. ماشي يا حبيبتي، ما انا كمان دورت ولقيت كام شركه كده كتبتهم، وان شاء الله بكره اروح اشوفهم الصبح. انا بعتهم لك اهو، لو لقيت حاجه تاني هكلمك. ها ماشي يا حبيبتي. وانا كمان بحب، وانا بموت فيك. مع السلامه. صباح الخير. اهلا اهلا نبيله هاني، اتفضلي اتفضلي. ها ايه الاخبار؟ الحمد لله. تحبي تشربي ايه؟ قهوه ساده لو سمحت. عمر يا فندم. قهوه ساده تحت امر حضرتك. كان في ميعاد بيني وبينك اول امبارح وحضرتك لغيتيه. خير؟ انت عارف الاولاد مشاغلهم كتير قوي، وانا مصدقت رجعت لهم. طبعا مش هقول لك المفروض تشكريني، لان انا السبب في رجوعك لمصر. انا جايه النهارده مخصوص علشان اشكرك. لا تبقي نسيتي، انت جايه النهارده مخصوص عشان تديني اصل العقد بتاع عرض المصنع. في الحقيقه انا فكرت كتير قوي في الاتفاق اللي بيننا. وبعدين انا مش عايزاك بس في الاول تنزعج من اللي انا هقوله لك. انا مش هديك العقد. نعم يا اختي، والرسم والتخطيط اللي رسمناه سوا راح فين يا مدام؟ اتبخر؟ ساح؟ جرالك ايه يا نبيله؟ انت شفت حبيب القلب حنتيله ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مدام؟ مش جميل سليم اللي يتنصب عليه. من فضلك حافظ على الفاظك. انا اسف، انفعالي خلى الفاظه تخني. طيب ممكن اعرف غيرت الاتفاق ليه؟ اه فهمت. طب ايه رايك انا هجدد الاتفاق، هديكي مليون دولار مقابل العقد. انت مش فاهم، انا لما اتفقت معاك ان ادي لك عقد الارض اللي هي ملكي اللي سعيد بنى عليها المصنع، ما كانش الهدف الفلوس خالص. انا كان كل هدفي انتقم منه
وبوظ له حياته. مش بس كده يا مدام، انت خدت مني 50,000 دولار في لبنان. صحيح، لكن انا ساعتها ما كانش معايا حتى حق التذاكر، بس قدر موقفي ولادي رجعوا لي، وسعيد ما اعترضش ابدا ان انا ادخل حياتهم تاني. هو ده اللي ما كنتش عامله حسابه، انا كنت فاكراه هيركب دماغه ويعند، لكن في الحقيقه ما عملش كده. اخلص بقى. والفيلم يخلص على النهايه السعيده وتتلم شمل الاسره. لا يا مدام، النهايه دي مش عجباني، ومش هسمح لك تبوظي كل اللي انا كنت مخطط له. انا هرجع لك كل الفلوس اللي خدتها منك قريب جدا. فلوس ايه اللي بتتكلمي عليها؟ فين العقد؟ مش هيحصل، انا مش هينفع اظهر قدام ولادي ان انا جاي ابوظ حياه ابوهم. اسمعيني يا نبيله، ارض المصنع دي الارض بتاعت ابوك الله يرحمه، وسعيد بعد ما اتخانق معاكي وطردك بره مصر حط ايده عليها. اشربي اشربي القهوه. ما هو لو سعيد ده راجل محترم كان دور عليك عشان يديلك حقك. انت ليه مش قادر تفهم؟ الحكايه ما بقتش سعيد خالص. فهمت قصدك، ولادك مصطفى وليلى. طب ايه رايك بقى يا مدام لو ولادك عرفوا ان انا متفق معاك على $500,000 مقابل العقد، وان اتحايلت عليك عشان تنزلي مصر وتشوفيهم، وخدت منهم 50,000 دولار مقدم؟ دور على اي طريقة تانية تنتقم بيها من سعيد غيري انا وولادي. تصدقي تصدقي نسيتيني الموضوع اللي انا طالبك بخصوصه. اللي هو ايه؟ نبيلة، انا عاوز اتجوزك. ايوه يا سعيد، عايزه اشوفك دلوقتي حالا. لا دلوقتي حالا وبسرعه كمان. خلاص تعالي لي الشركه. الا في ايه يا نبيله؟ قلقتيني. ايوه موضوع مهم جدا. لا ما يتاجلش. عايزه نتقابل فين؟ خلاص نتقابل حالا اهو، انا هتحرك. مع السلامه. انا هروح مشوار. اجتماع وكيل وزاره الاسكان والمهندسين المفروض بعد ساعه. اجلي نص ساعه كمان. حاضر. تسلم ايدك يا عم حمزه. كده بقى يبقى المطلوب منك دهانات الحيطان والخشب، ما انا كاتبهم لك يا استاذ احمد. بص يا اسطى، انت مش غريب يعني. دلوقتي بعد موضوع حريق القهوه ده وشويه ظروف عندي كده، مبقاش في اي حاجه متظبطه. فمعلش انا استاذنك ناجل كام يوم لحد ما ربنا يفرجها. كان الله في عونك، بس انا يعني كنت بقول ان احنا نقدر نلم الشقه ديت، بالنسبه لمصنعيتي خليها على جنب. بقول لك ايه؟ جهز لي انت بس 1,500 جنيه وانا علمها لك 100. اديها ودود عم حمزه، بس انا زي ما بقول لك كده لسه بدور على شغل ومش عارف اعمل ايه في القهوه. الله يعينك يا استاذ، عموما انا في الخدمه وتحت امرك في اي وقت. تحرمش منك. طب دلوقتي انت فاضل لك فلوس قد ايه؟ ولا حاجه. ازاي بس؟ انت لسه ليك فلوس مصنعيه. يا استاذ احمد انت بتشتمنا بالذوق ولا ايه؟ يا استاذ احمد لما تنوي تكمل الشقه انا موجود، مالكش دعوه باي حاجه، ولو احتجتني بتظبيط القهوه انا موجود، ولما ربنا يسهل ادينا مع بعضينا يا استاذ احمد. تسلم يا ابو حمزه.
في ايه يا نبيله؟ ايه اللي حصل؟ انا اسفه، كان لازم اشوفك دلوقتي. قلقتيني، ايه اللي حصل؟ انا اصلي ما قلتلكش ايه اللي خلاني ارجع من لبنان. ايه ده بقى جايباني بالطريقه دي ومخلياني اسيب اجتماع مهم عشان تقولي لي حكايتك في لبنان؟ ارجوك اسمعني يا سعيد، انا الكلام اللي هقوله لك دلوقتي كلام مهم جدا. انا ما كنتش عايزه ارجع مصر ولا حاجه، وحياتي اللي كانت بيني وبينك كانت صفحه واتقفلت خلاص. حتى ولادي كان حلم بعيد جدا جدا ان انا اخدهم، لكن الظروف الصعبه اللي قابلتني بعد وفاه جوزي خلتني مش عارفه حتى كنت هكمل حياتي ازاي. ففكرت في الارض بتاعتي اللي في مصر. الموضوع ده انا عامل حسابي عليه، ارض المصنع اللي في 6 اكتوبر والارض اللي في مصر واسكندريه، دول تقريبا يسووا لهم دلوقتي. انا مش عايزه اعرف، برضو مش ده اللي جايبني. انا مش فاهم حاجه بقى. بص يا سعيد، انا اول مره هعترف لك، انت اكتر راجل حبيته في حياتي، انت كمان اكتر راجل كرهته في حياتي من اللي عملته فيا. تخش في الموضوع على طول بقى، بلاش كلمه كره وحب دي. انا عايزه اقول لك ان انا اللي جابني مصر اتفاق. اتفاق؟ ايوه، اتفاق مع جميل سليم انه ينزلني مصر بس يحط ايده على عقد ملكيه الارض باي ثمن، وانا وافقت وخدت منه عربون 50,000 دولار. السفالة دي. اسمعني يا سعيد. انا مش عايز اسمعك. لا لازم تسمعني، انا ما كملتش كلامي. هو بعد الكلام اللي انت قلتيه في كلام تاني؟ انت جاي تنتقم مني يا نبيله؟ عقد الملكيه اهو، انا لسه راجع من عند جميل وقلت له ان انا مش هنفذ ولا كلمه من الاتفاق، لاني مش مستعد اخسر ولادي بعد ما لقيتهم. والمفروض بقى ان انا اصدق انك في اخر لحظه ترجعتي على اللي ناويه تعملي فيا. لا يا سعيد، مش في اخر لحظه ولا حاجه، انا من الاول مش موافقه على الاتفاق ده، بس ما كنتش واثقه فيك، كنت خايفه لا تغدر بيا زي زمان وما تخلينيش اشوف ولادي. لكن انا دلوقتي فارطه يا سعيد، لازم تساعدني. جميل مهدد ان يقول له مصطفى وليلى، وانا مش عارفه اواجههم ازاي. برضه مقفول. الساعة بقت 8. معلش يا ماما ما تقلقيش، ان شاء الله خير. تلاقي التليفون فصل شحن او راحت كده ولا كده. طيب يا مروه، بس لما تيجي على وجع القلب اللي انا فيه ده، يعني ما كانتش قادره تتكلم من اي حته على تليفون البيت. انت عارفه يا ماما مروه اصلا دماغها مش فيها. ادخلي يا حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام. عمو، ماما ما جاتش وتدي من دايما وتيجي هتزعلها. ايه موضوع مروه ده؟ اتأخرة وقافله تليفونها. يا جماعه ما تكبروش الحكايه، زمانها جايه. هي ما قالتلكيش النهارده هتخلص محاضراتها الساعه كام؟ هي عمرها ما اتاخرت لحد دلوقتي من ساعه ما الدراسه بدات. خش يا حبيبتي. ستين في المية من أسهم شركة جميل سليم مطروحة للتداول. عايزك يا شاكر في خلال 48 ساعة تكون لامم لي الأسهم دي من البورصة. 5-6 شركات كده مالهمش دعوة بينا خالص، هما اللي اشتروا. بس ده أسهمه بقالها فترة طالعة بسرعة الصاروخ ومحدش هيرضى يبيعها. بأي سعر مش مهم. عندك طريقة تعمل بيها كده؟ طبعاً عندي. وبعد ما نحط إيدينا على الأسهم نخسف بيها الأرض، مظبوط؟ مظبوط. خسارتنا هتبقى بالملايين، حضرتك عارف؟ عارف ومش مهم. طيب، وعشان يضايق الحبل على رقبته لازم نعمل حاجة ده. أنا سامعك. كان خبر في الجرايد الرسمية تقول فيه مثلا إن وزارة الإسكان فسخت العقد مع شركة جميل، وإن النائب العام طلب التحقيق في قضايا فساد تخص المناقصة اللي رست عليها الأرض لشركته، حاجات زي كده يعني. فهمت، اعتبر ده حصل. بعد كده اللي هيحصل كام يوم هتلاقي الناس اللي اشترت الاسهم بدات تبيعها حتى لو بالخساره، نبدا احنا نشتريها، حضرتك يبقى 60%
من اسهم الشركه بتاعته بقت لحضرتك، ويبقى ما فيش حاجه اسمها شركه جميل للمقاولات. تمام يا فندم؟ تمام. طب انت لما سبتيها ما قالتلكيش ان هي راحت في حته او راحت قابل حد؟ شكرا هنا، مع السلامه. تعرفش عنها حاجه كده؟ يبقى لازم نبدا ندور في المستشفيات. لا، بلغوا البوليس. مش هينفع يا امي، لازم يعدي 24 ساعه على الاقل. هو حد زعلها في حاجه؟ ولو حد كسر رقبتها حد تعمل فينا كده؟ مفيش حاجه من دي حصلت خالص يا هند. انا هنزل. انت رايح فين؟ اروح ادور على اختي هند. انا هروح اشوف المستشفيات اللي جنب جامعتها، ولو ظهرت او اتصلت حد يكلمني. بص، هو اللي عندي دلوقتي وش هاي كوبي عامل 80 جنيه، وفي وش كوبي عادي عامل 30 جنيه. يعني هو مفيش الوش الصيني اللي هو ب 10 جنيه الابيض ده؟ مش عارف. هشام خليك مع الزبون ده لحد ما اشوف استاذ احمد. انت يا ابني رايح فين؟ ساعدك امي خطب اختي يا حسن. يلا حضرتك. طب اهدى اهدى، هاجي معاك. استنى يا ابني. اطلع اصلا. انا مش عاوز اكتر من كده، ان موقفه المالي يتهز بسبب سحب المشروع منه. لا، خبر كذب ايه؟ لا لا، ده هيحصل فعلا، بس انا اللي مستعجل على نزوله شويه. طيب يا حبيبي، ما وصلتش بقى. ها، مع السلامه. مصطفى انت خارج؟ طب انا عايزك تعالى. خير يا حبيبي؟ بس كده خلاص، بكره ان شاء الله هيكون عندك عقد لمدة سنة لإعلانات شركات الكومي في جريدتك. بس بقولك إيه، أنا عارف إن رؤساء التحرير حبايبك، أنا عايز الخبر ده ينزل بكرة في جريدتين تلاتة كده. بكرة إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. تسلم يا حبيبي، مع السلامة. جميل سليم هو اللي رجع أمك من لبنان. إيه؟ جميل سليم؟ اسمع الكلام اللي هقولهولك دلوقتي. جميل كان بينخور ورانا لحد ما عارف المشكله اللي بيني وبين امك من 20 سنه. راح لها لبنان واتفق معاها تتنازل له عن ارض المصنع. مصنع يا بابا؟ انا مش فاهم اي حاجه. مصنع المركزات اللي في اكتوبر، ما هو مبني على ارض نبيله. كان بيخطط بقى يحط ايده على العقد علشان يوقف المصنع ويهد الشركه. وهي وقفت تعمل كده؟ انا رحت لها النهارده. كان بيهددها بيك انت واختك. اللعبه بقى على المكشوف. اعلن الحرب جميل من زمان واحنا ما كناش واخدين بالنا، بس انا هفرمه، همسحه من على وش الدنيا. مش مهم جميل دلوقتي، هي راجع مصر عشان تاخد منه فلوس. مش ده الموضوع، المهم انها رفضت وجت قالت لي. بابا انا عايز اعرف حاجه واحده، هي راجع عشاننا ولا راجع عشان الفلوس؟ جرى يا مصطفى، وانا بكلم عيل صغير ولا ايه؟ يتهزم الموضوع زي ده ويروح يعيط جنب الحيط؟ اللي بينك وبين امك تحله ما تحلوش ما يهمنيش. اللي يهمني ان الراجل ده ما يحققش اللي هو عاوزه. مفهوم؟ والله العظيم وحشتيني يا ست البنات، بقالك 3 ايام بره البيت، ولما سالت الحاجه هاديه ما قالتليش حضرتك كنت فين. هو حضرتك كنت مسافره؟ انا طلبت عصير. انا قلت اعمل حاجه لحضرتك تشربيها تروق دمك. مالك بس زي ما تكوني زعلانه من حاجه؟ مش حضرتك كنت مسافره شغل يعني، ولا كنت مسافره فسحه؟ اكيد استاذه شهنده كانت مع حضرتك. بس انا اسفه. معلش يا سنيه، انا بس مخنوقه شويه. حقك عليا، ما تزعليش. بابا جه؟ جه، وكان قاعد مع استاذ مصطفى تحت في الهول. حضرتك عايزه حاجه تانية مني؟ لا شكرا. عن اذنك.
عايز افهم بتفكري ازاي؟ موبايلك اتسرق ورحت القسم، ما جاش على بالك تاخدي موبايل اي مخلوق؟ تعملي ايه اطمني الناس اللي في البيت دول؟ ايه امك دي كانت هتموت من القلق. قعدت 4 ساعات في القسم لحد ما خلصوا لي البحر، وبعد كده فضلوا يوروا لي صور لناس بتاخده في الشهر عشان اتعرف على واحد فيهم. ولقيتي صورة اللي سرقك؟ لا، وبعد ما خرجت من القسم اكتشفت اني ما معيش ولا مليم. تقومي تيجي لحد البيت ماشي يا مروه؟ ما لا اعمل ايه يعني، هقف في الشارع اشحط واقول للناس ادوا 2 جنيه عشان خاطر اروح. يا حبيبتي كنت توقفي تاكسي يجيبك لهنا واي حد يحاسبه. ما اعرفش بقى، انا دماغي وقفت لحد كده وما عرفتش اتصرف. ما خلاص بقى ارحموها، الحمد لله انها بخير. الحمد لله على سلامتك يا نور عين. احمد لا 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 احمد، بقول لك ايه بالراحه، بس بلاش الدخله دي. مش فاهم حصل حاجه يا ابني. ايه ده؟ عشان اجل هو اللي خطط البيت للسياسه نقدر نعرف منه مكانها فين. عشان خلاص يا احمد مش هتخش على الناس كده. ده وقف فين دلوقتي؟ احمد